في عز ليالي الشتاء بدور عليك يا اسماء، انت فين يا اسماء؟ بتيزك بتيزك. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده جايب لك يا عزيزي حته الدين حلقه، وهي بالطبع ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يا عزيزي امتدادا لمهرجان شيماء طلع زراد جديد اسمه اسماء. بس قبل ما نبدا الفيديو على خيره الله، لا تنسى ام اللايك الشاري خلفيه حسايح النايح. انت ما بتقطعش من جلدك، ها انت لما بتحط اللايك كده ما بتقطعش من جلدك، واشترك في ام القناه يعني، وفعل ميتين ام زر الجرس، ويلا نبدا الفيديو على خيره الله. وزيع يا ابن والدي. اسماء اسماء اسماء. يا ساتر يا رب، يا ميتين ابويا على ميتين امي، ده صوت ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ يعني مش من اولها كده الولا، يعني زي ما يكون شايل اللوز ولا الموزع اللي موزعه حاطط له حلتين وحاجه من قلب 60 نيله خالص يعني. طبعا كعاده من عادات ام المصريين، يعني دي عاده في الجينات الوراثيه عند المصريين. عبد الموجود فتح قهوه شغاله زي النار، عبد الستار في وشه يفتح ام قهوه هو كمان عشان ياخد ميتين ام رزقه، وهما الاثنين بيتوكسوا في الاخر. نكمل باقي ميتين ام الفيديو ده، يلا يلا زيع. حبك ساكن الوريد بعدك بقيت كئيب، سبتني ورحت فين؟ يا ولاد الكلب، انا اول مره في حياتي اشوف مطرب مهرجانات بشنب، اول مره في حياتي اشوف مطرب مهرجان بشنب ولابس لي فانيلا وعمال يعمل لي كده. لا اله الا الله. انزع يا ابني كمل. كنت بديكي عملت سوبرمان، وحياتي كانت ديكي مشيت سبت العيال وروح. كنت بديكي عملت سوبرمان، وحياتي كانت ديكي مشيت سبت العيال. اهو ده بقى يا ولادي سرطان بابلو. ده سرطان بابلو، شاف الولا هب هباي ازاي ولابس لك طريق بكار وحاطط لك جنزير على رقبته. الله عليك يلا يا فانكي، عليا النعمه تراك عظمة عظمة عظمة. وما تغنوش تاني بالله عليكو، عشان خاطر انا خلاص جالي ارتجاج في ام القصتين. يعني نكمل بقى ام الفيديو. زيع يلا. حبيبي راح وسابكي راح، ارجعي لي. هو كله ارجعي لي، بس هو ده حط يعني ايه، حط تكايه جديده من عنده، وهي طبعا يا ولادي حط صوت صرصار الغيط يرد عليه. يعني انا برضو الولا اللي كاتب مش منسق الكلام، فانا يعني مش عاجبني الكلام العشوائي ده. ولا انتوا انجزتوا بسرعه عشان تحبوا تركبوا الترند اسرع، وشيماء بعد كده اسماء. نكمل. خلصت عليك جيبي بعدين خنتين عادي، وباي قفلت الباب. او او قول لي انت بقى على حاجه ماشيه مع الكلام اللي قبليه. دي اسمها صربعه عشان نطلع على المطبعه، دي كده اسمها تسرع يا ولدي منك ليه؟ يعني الولا سرطان بابلو وعبد ابو شنب الاتنين خاربين ام المجال خالص وكده. يعني انا كنت ضد شاني هاكر، لا انا دلوقتي بقيت معاك يا عم هاني، واقول لك اضرب يد من الحديد، اضرب بيد من الحديد يا شان يا هاكر، وانا معاك. انت قول لي بس العيال فين وانا هاجري وراك. يعني انا يلا ومن هنا يا عزيزي تغسل تخلص. انا بقوله ده تخلص نهايه ام الحلقه، ولو ما عملتش ام لايك يعني انزل اعمل لايك شارخ في احساح نايح، واشترك في ام القناه يعني دعما لاخوك وحبيبك السوتس. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم اشكركم اشكركم.